يا دكتورة متشكرين جدا على الدعوة الجميلة دي والله. ربنا يخليكم. بس انا بتمنى يعني زي ما قلت قبل كده هوت، ان مش مجرد ان احنا هنقول تاريخ الجنينه، لكن هنشوف الكنوز اللي موجوده طبعا في الجنينه. بس انا هتكلم على الجنينه ازاي بدات. طبعا بدات من ايام احمد بيه مظهر رحمه الله، الفنان الكبير رحمه الله عليه. كانت بس كانت في الفتره بتاعته ما كان يدوبك فيها ورود، هو كان بيحب الورود جدا، وكان ليها فيها حديقه موالح، وكان في نقل زي البكان، اكيد تعرفوا البكان طبعا. البكان والعين الجمل واللوز الحلو ده بالذات. المهندس شهاب عشق المكان طبعا، والحمد لله انه عشق المكان فكمل المسيره بتاعت الفنان احمد. واللي خلاه يعشق المكان بتهيألي ست عزيزه. كانت ست عزيزه كانت بتهيألي ان هي بتعرفهم ازاي يزرعهم وازاي، كانت هي غاويه قوي يعني. فدي هو طلع بيحب المكان يعني. انت حضرتك عارف ان المهندس شاب ده كان مفروض يبقى معيد في الجامعه ودكتور في الجامعه، لكن هو ما اردش كده. هو حب ان هو يطلع من موضوع الجامعه ده ويشتغل حر يعني. ابتدى بقى هو كان بيروح كتير معارض الزهور الربيع، فكان بيجيب نباتات، كل ما تنزل نباتات مش موجوده عنده هنا كان يجيبها. كان كمان لما يسافر كان لازم يجيب نباتات لازم، والى الان لما بيسافر بيجيب نباتات. قولي لي حضرتك يومك في الجنينه هنا بيبقى عامل ازاي؟ ايه اللي انت بتعدي عليه من النباتات تطمني عليه؟ بتدي توصيات بحاجات معينه؟ هو يومك في الاول حضرتك كنت انا ايه، بروح الحدائق التاريخيه زي الأرمان والحيوانات والقناطر وأسوان، الجزيرة النباتية في أسوان. كنت أجيب بذور من هناك، وكنت أجيب عقل، وكنت أنا اللي بزرع بنفسي مع بذور وعقل. كنت بزرعها بنفسي مع المهندس، مع الرئيس محمود. رئيس محمود اللي هو مين؟ هو رئيس الجنينة هنا. هو مكاننا فين على الخريطة في أفريقيا وآسيا، على الأقل الحاجات المحيطة بنا يعني، وأوروبا؟ مكاننا فين الحديقة هنا؟ تعتبر تصنيفها ايه؟ تصنيفها هو احنا دخلنا في حاجة اسمها البي جي سي اي، اللي هي صون الحدائق النباتية الموجودة في لندن. يعني على فكرة النباتات دي لما اي حد من الحدائق التاريخية بالذات بيطلب اي حاجة بيديها لهم، بياخدوها من هنا. من هنا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، اسوان الجزيرة النباتية في اسوان كانت عندها 350 نوع، حاليا عندها 700 نوع من ايه؟ من النباتات اللي اتاخدت من هنا. هايل هايل. وان الحديقه الثانيه الدي ان ايه اللي بره؟ دي حديقه الأقلامة وحديقه سيدي حنيش. ايوه. وحديقه الاي جي سيستم اللي بره، اللي هي اللي بره. ادي الثلاث حدائق والثلاث معشبات. جميل جميل. والثلاث معشبات انا يعني مش عارف اقول لك الدنيا. بصوا مهما نقلنا لكم الصوره، الصوره اقل بكتير من الحقيقه.